والله انا شايف ان ده كان مطلب اساسي للشعب المصري من ايام المخلوع مبارك، ان هو بضروره منع محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. انا كنت اتمنى ان الدستور الجديد يكون دستور بيسعى لترسيخ الدوله المدنيه والديمقراطيه، وفي مقدمه مطالب الدوله المدنيه والديمقراطيه ان ما يكونش فيه محاكمه للمدنيين امام المحاكم العسكريه تحت اي مسمى من المسميات، او بوضع تعبيرات عامه ومطاطه تسمح بتوجيه اي اتهامات للمدنيين بتهمه ان هم تورطوا في اي مشكله مع المؤسسه العسكريه. مش معقول لما انا يعني يحصل حادث مع ضابط جيش او يحصل اي مشاده من اي نوع زي ما حصل حتى مع لعيبه الكوره ان احنا نواجه كمدنيين محاكمات عسكريه. احنا مش موافقين كشباب ثوره يناير ان على محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه او باحتفاظ المؤسسه العسكريه بسلطات واسعه زي مطلب قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتعيين وزير الدفاع. احنا عايزين نبني دوله مدنيه بجد، واحنا زي ما احنا بنشعر بالامتنان للمؤسسه العسكريه وللفريق السيسي ان هو وقف معانا يوم 30/6 في المظاهرات ضد المخلوع مرسي، فاحنا بنطالبه بان هو يواصل دعمه للدوله المدنيه الحديثه بالغاء المواد اللي بتنص على محاكمه المدنيين امام محاكمه عسكريه، وان يكون صاحب الحق في تعيين وزير الدفاع هو رئيس الجمهوريه وليس اي طرف اخر. هو اللي احنا شايفينه ان المحاكمات العسكريه اللي بعد 30/6 بتستمر في افتقاد كافه الضمانات لمحاكمات عادله زي ما كان الوضع قبل 30/6. يعني احنا مشكلتنا مع المحاكمات العسكريه اللي ما ينفعش الطرف اللي بيواجه لي الاتهام يبقى هو نفس الطرف اللي بيحاكمني، الى جانب ان القانون المدني الجنائي بتاعنا فيه ما يكفي لمعاقبتنا كمواطنين في حاله عمل اي مخالفات ضد منشات عسكريه. يعني في ما يكفي في القانون الجنائي لا يتطلب اجراءات استثنائيه او اللجوء للمحاكم العسكريه، المحاكم العسكريه للعسكريين فقط وليس للمدنيين. ده موضوع تاني ده، بس انا تاني بنفس الاطار، احنا عملنا ثوره من اجل تاكيد مطلبنا بدوله ديمقراطيه ودوله مدنيه وفيها شفافيه. ما فيش اي مبرر من مبررات ان هم يعملوا جلسات سواء سريه او جلسات مغلقه، احنا بنطالب بالعلنيه، بنطالب بالشفافيه، عايزين نعرف مين بيصوت ازاي، عايزين نعرف نوع المناقشات اللي بتحصل، ده من حقنا كمواطنين ومش من حق خالص لجنه الـ50 ان هي تتخذ مثل هذا الاجراء. شكرا.